معاكم عشان نروح لاخبار الكره المصريه. الحقيقه في خبر كويس قوي بالنسبه لحكامنا الحكمان محمد حسن وطارق سامي في القائمه النهائيه لحكام كاس العالم لكره الصالات. تواجد الحكام المصريين محمد حسن وطارق سامي في القائمه النهائيه لكاس العالم لكره الصالات طبعا اللي استضافتها او اللي هتستضيفها لسه اوزبكستان خلال الفتره من 14 سبتمبر وحتى 6 اكتوبر من العام الجاري. وظهر طبعا حسن وسامي ظهروا بشكل مميز خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بالأراضي المغربية، وأدار محمد حسن المباراة النهائية للبطولة بين المغرب وأنجولا، وهو ما أهلهما للتواجد في القائمة النهائية لحكام المونديال. خبر كويس جدا، ولازم نشيد بحكامنا في كرة الصالات اللي عملوا بطولة كويسة جدا وراحوا لكأس العالم في أوزبكستان. تعالوا بقى نروح لخبر هو الأهم بالنسبة لي. إحنا كنا بالنادي في البرنامج من بدري جدا على الرخص التدريبية، وقلنا ان في مدربين كتير جدا في الدوري المصري مش مؤهلين لان ما معهمش المؤهل الرخصه التدريبيه. في بقى خبر كويس قوي، انطلاق 20 دوره للمدربين في يوليو المقبل. طبعا ده حاجه كويسه جدا للمدربين، ودورات تدريبيه 20 للحصول على الرخصه هتقام في مصر كمان انطلاقا من شهر يوليو المقبل، وهتشمل الدورات دي اقامه 3 دورات A ودي مهمه جدا A و6 دورات B بالاضافه الى 8 دورات C في مصر، كما تم اعتماد المسار السريع بقى اللي هو تاخد سي وبي مع بعض يعني للمره الاولى في مصر خلال شهر ديسمبر يتمثل في الحصول على دورتي سي وبي سويا يعني بمحتوى مكثف، يعني هيكون في فرصه للمدربين اللي ما خدوش الرخصه انهم ياخدوا الرخصه سي وبي مع بعض في المسار السريع ده. كما تقام للمره الاولى دورات متخصصه لحراس المرمى تتضمن الحصول على الرخصه سي، وتقام الدورة التدريبية للكرة النسائية كمان الرخصة سي اي وبي وسي خلال شهر ديسمبر، وتقام الدورات في مختلف المحافظات المصرية. والحقيقة ده احنا طالبنا بيه من خلال برنامجنا لفترة طويلة من اول ما بدأنا، واحنا قلنا ان تطوير المدربين شيء مهم. والحقيقة انا كابتن علاء نبيل من بعد تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة وهو بيبذل مجهود محترم ويستحق التحية والإشادة بصراحة، يعني كان مهم جدا ان انت يبقى عندك المدرب المصري مؤهل عشان يعرف يشتغل بره. يعني الدوري المصري ده استثناء، انت بتشغل اي مدرب طالما مارس كره القدم او حتى عنده خبره تدريبيه بتشغل اي حد، مع ان اللوائح تمنع ذلك. لازم شرط ان انت عشان تشتغل في دوري محترفين ان انت معاك الرخصه ايه على الاقل، مش المحترف في البروفيشنال وفي الايه، لا انت على الاقل يبقى معاك ايه. في مصر ده ما بيحصلش طبعا، لكن للمدرب المصري اللي له قيمه كبيره عشان يعرف يشتغل بره مصر في الدول المجاوره وفي دول الخليج وفي كل الدول الافريقيه والدول اي دوله، لازم يبقى مؤهل ومعاه رخصه ومعاه شيء يستند عليه، مؤهل يستند عليه عشان يشتغل بره. وكل الدول في العالم دلوقتي ما بتشغلش مدرب من غير رخصه، من غير رخصه تدريب. لازم يبقى معاك رخصه تدريب خلال المشوار بتاعك ده. لو انت دربت مين في مصر ومعكش رخصه تدريب مش هتعرف تتدرب في اسيا مثلا، الاتحاد الاسيوي صارم ولازم تعمل معادله من الافريقيه للاسيويه كمان. وموضوع حراس المرمى ده مهم جدا كمان، رخص تدريبيه خاصه بحراس المرمى ده شيء مهم جدا، لازم تبقى مؤهل عشان تبقى مدرب حراس مرمى. ده شيء كنا بالنادي بيه من زمان جدا، وكان في ظلم للمدرب المصري. انا لا الوم المدرب المصري على فكره، يعني هو الراجل مستعد، اي مدرب مستعد ان هو يدرس وان هو يشتغل بشكل علمي وان هو يتعلم وكل الكلام ده كله، لكن النظام نفسه كان مساعد على ان اي حد يشتغل، ومساعد على ان اي حد معهوش رخصه او مش مؤهل ان هو يشتغل يشتغل. انا بقى كمان الكره النسائيه دي موضوع مختلف كمان، في بنات هيبقى معاهم رخصه تدريب ويبقوا مؤهلين ان هم يشتغلوا في حته تانية غير مصر كمان، ده شيء مهم. والدوري الدوري كره القدم للسيدات بصراحه دكتور دينا رفاعي عملت حاجه اعجازيه ان المنتخبات كلها نفست انها تروح للبطولات، وده شيء ما كانش موجود قبل كده، انت ما كانش عندك اصلا كره نسائيه. لما كمان يبقوا مؤهلين ومعاهم رخص مدربين مؤهلين ومعاهم رخص، لا انت كده بتساعد على ان انت تمشي بشكل علمي مظبوط، وهتطلع بقى مدربات تقدر تشتغل في الوطن العربي وفي افريقيا. وتطور اللعيبه منين؟ بتبدا بالمدرب. هو تطوير اللعيبه هيبدا من اللي بيدرب اللاعب اللي هو المدرب. لازم المدرب يكون فاهم ودارس، عارف امتى يدي اللعيبه راحه، عارف امتى يبقى الحمل التدريبي تقيل شويه في الفتره دي، عارف امتى ينزل بالحمل التدريبي. ده شيء مهم جدا، ده شيء مهم. الموضوع مش جزء فني بس، الموضوع مش تاكتكس بس، الرياضه والكوره دلوقتي مش خطه وتشكيل وخلاص، لا الرخصه بقى فيها جوانب اداريه كمان وفيها جوانب بدنيه وفيها كل الجوانب اللي محتاجها المدرب، وده لازم يبقى موجود في الرخصه. لازم الاشخاص اللي هتدي الرخصه دي او اللي هتدرس في الرخصه دي لازم يبقى
مؤهله انها تدرس، وده طبعا الكاف عنده ناس معينه هي اللي مؤهله انها تدرس، وبالتالي عشان تخرج لاعب محترم لازم يبقى عندك مدرب محترم. عشان ده تخرج مدرب محترم لازم يدرس ويبقى معاه رخص ومؤهلات وما يؤهله ان هو يدرب في كل حته في العالم.